السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو أتحدى ما تحس بالسعادة للفيديو أو لو تشتركوا في القناة نصحي تميد مشترك وضغط لايك على نصحي أبرا عن غير طول من الفيديو. أنا مش هاد أسانسير من الكهرباء ومعنا على الكاكاشي ينزل إزاي؟ واو ينزل من فوق وتحت، ده كلهم نفس النوع. دي آلة بتعمل على كان بحط الحاجات المرة التانية. النظام زي بتطبع الصحون أو كده بتاع شكل دايرة أو شكل حلزون. دي بحط التليفون مفيش حاجة واحدة، دي تليفون هواوي مفيش حاجة واحدة. واو بحط ليه من ورا تروح الشحن بتشحن عليه. دي آلة حادة بيشيل بيها الحاجة، آلة رقيقة عشان يشيلها بتلاقي مادة لزجة أو أي حاجة. صوت لغاية مادة لزجة دي بنضف المكنسة بتنضف. وأشوفها القديمة دلوقتي الجديدة لف عاملة ازاي. واو دي كورة كوتشينة وأسرحها عاملة ازاي. مرة روعة حلوة. دي تكتب بالليزر أو بتاع، تكتب أرقام، تكتب حروف وأرقام. دي بقى ورق ألوان، زي الواحدة راح كل يوم لازم معايا. بص الألوان كلها دي، بص دي نفس زي الأولى، دي نفس زي الأولى. دي بص برضه بيعمل بإيديه بتاع كل طالب. واو مرة روعة. وأنا عايز واحدة زي دي، بيشيل الأسود الخطر، يكون جاي متغلف أو شيل التغليف اللي عليه، شيل التغليف اللي عليه. دي بتاع في البحر الألعاب المائية. عارف المركب هو سايبه على المية ده، هو دي بيعمل ضغط لفوق. دي زي لون أسمر وزي الحبر برضه الحبر. دي منتجات لعمر ومعروف العدد بتاعها اللي بتنزل فيها. تقنيات بقى دي كراتين بتتغلف، بس بقى تروح المصانع وبتغلف فيها. دي بقى بتبص تكتب بص ده برضه، ولا تلاقيه بص مع الإيدي أو بص مع الخشب ده ولا إيه. دي كان تاكسي. كان تاكسي نموت تاكسي المطارات ونموت نموت طريق تاكسي. دي بتاع اللعبة، دي آلية بتعمل 4 ثواني. دي بتغلف شنط السفر، بتغلفها مش عارف يفتحها ولا يعمل اي حاجه. دي بتعمل شكل ارضية في الارض، شكل ارضية. دي بقى اللي فوق في السقف، سقف المعلق او الجبسون بورد. دي بيشيل بقى اللون الذهبي بيشيله. دي اقلام رصاص او العاب مائية. دي لسه بقى تتغلق، تتحط في قارتين تتغلق على فوق. واو دي برضه حاجة صفرة زي ورق. في شريط لفه على بتاع هيلفه على لغة هيلفه. بعد كده يروح يغلف في الباب، يغلف في الباب. دي بيض شايل بتاع الواو حط مادة عند الواو، عند أخضر وأصفر وأحمر. واو دي كور تنس، كور صغيرة دي. واو دي بقى بتعمل بيحط اسمه بتاع بيلف ويجيب آلات حادة ويرسم عليها. دي يعني بتاعت الورق